معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي ثائر زعزوع وهو سهر الراحلة فدوى سليمان. سيد ثائر أهلا بك معنا. الفنانة فدوى طبعا في ذمة الله نعزيكم ونعزي العائلة وكل أوساط الثورة السورية في هذا المصاب. لو تحدثنا قليلا عن الراحلة، عن الفنانة فدوى سليمان التي مثلت الأمل، مثلت بالنسبة للثورة السورية الأمل، مثلت بالنسبة للسوريين الأمل، حملت هذا الشعار حتى يومها الأخير. حقيقة أعزي نفسي وأعزي السوريين جميعا. الحديث قليلا عن فدوى سليمان لا يبدو كافيا، فدوى تحتاج الكثير من الكلام. هذا الإيمان المدهش بالثورة، الإيمان بالمحبة، الإيمان باللا عنف، الإيمان بالأمل الذي ظلت تحمله حتى أثناء مرضها، وكتبت شعرا للأمل، كتبت نصا تلفزيونيا يعني يتحدث عن الأمل. كانت مؤمنة أن هذه الثورة التي كانت من رموزها وإحدى أيقوناتها ستنتصر طال الزمن أم قصر. الحديث عن فدوى الحقيقة هو حديث بقدر ما هو مؤلم بسبب فراقها، بقدر ما هو يدفع إلى التمسك بذلك الأمل الذي قالت فدوى إنها ستسعى ليتحقق، ستسعى للوصول إليه. نعم. سيد ثائر، مرض الراحلة فدوى سليمان لم يكن يعلم عنه الكثيرون، حملت المرض في داخلها وخرجت تناضل في المظاهرات، خرجت تبعث بالإيجابية وبالأمل، كيف صرعت المرض في صمت؟ هي الحقيقة لم ترغب أن تحول مرضها إلى مسار شفقة، لأنه هذا الأمر يؤلمها. لذلك هي تحدث المرض على مدى قرابة العام، كانت تعاني وحدها، تذهب إلى المستشفى، يعني كنت أنا أرافقها في أغلب الأحيان، وكانت تتلقى العلاج بهدوء بصمت من دون أي ضوضاء. لم تتقصد أبدا أن تخبر الآخرين بأنها مريضة، حتى أنها صورت لصالح تلفزيون الآن في رمضان الماضي مسلسل أمل، نعم، أمل بنت الحرية، فقرات تمثيلية، نعم، تمثيلية، وهي مريضة، وهي كانت صحيح. نحن نعرض الآن البعض من مقتطفات المسلسل الذي أنتجه التلفزيون الآن. فالحقيقة هو هذا الشيء ينسجم مع شخصية الباحثة عن الحرية، المرأة الشجاعة جدا التي لم تخف من رصاص القناصين أثناء مشاركتها بالمظاهرات، لم تخف من رصاص حرس الحدود أثناء تجاوزها باتجاه خروجها من سوريا، وظلت شجاعة وبقيت شجاعة حتى وهي تقاوم هذا المرض الذي للأسف تمكن منها. شكرا لك على هذه المداخلة سيد ثائر زعزوع وسهر الفنانة الراحلة فدوى سليمان الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من باريس، شكرا جزيلا لك.